تاكلها في العيد الصغير. طعم الفرخه صغير. اه الاغنيه دي انا اكلتها فين قبل كده؟ اكلتها فين ايه؟ مش فاكر. مش اخرها شاي حاجه ساقعه؟ انت بتتريق عليا؟ بس انا بكلمك بجد، ايه رايك في صوتي؟ يا ابني انا حاجتين في الدنيا احب اسمعهم. ايه بقى؟ اول حاجه احب اسمع صوتك، وتاني حاجه احب اسمع خبر موتك. الله يك... ستة الرخم بقى. بقول لك ايه يا دعيم؟ آه. هم حاطين ايه في الشنط الثقيله دي؟ انت مالك يا فضول يا حشر؟ يعني ايه؟ انت هنا خدامه بس، يقول لك حط الحاجه دي هنا، تحط الحاجه دي هنا، ولما يناموا بالليل هنشوف فيها ايه. فكر كده وخليك ناصح يا وكيل باشا. وكيل باشا هند هاني مرتين هات الشنط دي عشان حضرتك تستلمها، لان عدى عليها الصبح احلى داني. ها يا سلام، ما انت عندك واحده مشروخه. مشروخه يا جبان. ايه ده؟ جرى ايه يا وكيل؟ يعني ايه عندك واحده؟ تعالى احكي لي. لا ده مرايات كده، الخدامين يقولوا لك كده مرايات بنسلفها. طب تعالى افرجك التحف النادره اللي اشتريتها. لسه بتضيعي فلوسك على الخرده؟ نفسي ادخل التاريخ. واللي يخش التاريخ يا هند يخش بدول، يخش بعلم يورثه للناس بفن راقي يرقي ذوقهم، مش بشويه كراكيب. دول كراكيب؟ طب اتفرج واحكم. لو جدع تقول لي ده ايه. بص بص ايه ده؟ ده؟ اه جوانتي. لا ده وبقى بشجره الدر اللي النسوان قتلوها بيه يا شيخ. جبته ب 100,000 جنيه. كم؟ واخرج بيه قديم. يا دي النيله. في ايه؟ وايه ده؟ ايه؟ الخازوق بتاع سليمان الحلبي. مش خساره فيه. اتفرج على ده بقى اللي إيه دفعت فيه كل فلوسي. ايه ده؟ ده فستان مونيكا اللي جاب كلينتون الارض. هو ده؟ ايوه. يا عالصدف، شوف الحظ. خدي. ايه ده؟ الشورت بتاع كلينتون اهو. شفتي؟ ايه اهو ده بقى اللي جاب مونيكا على الكنبه. شفتي؟ وجايبه ليه؟ هديه مني ليكي. لا مش عايز. ايه؟ في اتنين بيصلوا على حضرتك. اه تجار الانتيكات، خليهم يتفضلوا. لسه جايبه تجار هنا يا هند. اكبر تجار في البلد. يا بنتي سلام عليك. جايباهم بواسطه. سلام عليك. استنى بس اما نشتري بس. سلام عليك. سلام ورحمه الله وبركاته. سلام عليك. اهلا وسهلا. ايه اللي تلات تربع وشه شنب ده؟ مين ده؟ إيه عدم لمؤاخذة في السؤال، يعني مين فيكم الست هند؟ نعم. اه شنب مأثر على عينيه. ايه ده من اولها مش عارفني؟ انا هند يا ابني. معرفك بنفسي محسوبك ماجدة مرزبة مصدع، جيت لك انا وابوي علشان نبيع لك الانتيك. ازيك يا مصدع بيه؟ اهلا بيك. ابوك مرزبة فين؟ ابوي. ناديله. انت قاعد يا ابوي. ايه ده؟ واد يا ابوي. يا بت بيقول لك ابوكي ما تلعبيش في اختك هاله. العيون لما لقوك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. السلام عليكم يا ابوي. ايه ده؟ مين اللي كان البياض وساب السفر ده كله؟ انا افيض والله. انا افيض ايه؟ اهلا اهلا. هي دي إيه الست علينا؟ هي دي الست الغنيه؟ يا اختي عليها. عايزين الكلام يبقى بيننا وبينك. ها؟ عشان الصفقه دي سريه. ايوه انا مستنيها. خرجي الخدامين. يلا يا راجل رش الجنيه نمشي. إيه ده؟ فين الخدامين؟ ده الوكيل صاحب القصر. يا ساتر. مساء الخير يا باشا. أخير. عايزين الكلام بيننا وبينك. خرج الخدامة. يلا يا اولية لم المايه اللي رشها الراجل ده. يلا رش ايه يا راجل؟ انت عمال تخرف. انت عمال تلدع بلسان وخلاص. عارفه ايه؟ هند هاني بتعامل. اتكلم مع مين انا؟ اتكلم معانا احنا الاثنين. اعرض البضاعه يا ولد. فرجوني. لو طلعت مزوره هطردكوا بره. ايه ده؟ وريني. ايه ده جايب لي زلطه؟ مش اي زلطه دي. امال ايه؟ زلطه نابليون وماشيه مع الفستان اهي. شفتي؟ دي سلطة نابليون؟ ايوه. معقولة دي سلطة نابليون؟ تاني كانت طالعة له في قفاه. بكام؟ 150,000 دولار. موافقة موافقة. موافقة ب 150؟ ده نابليون ما يسواش 150,000 دولار. مقتنيات كنوز. مش فاهم. كش حجة اورنج مع يلو. شفتي؟ يلو انت جايب لي قصرية. مش أي قصرية دي. أمال إيه؟ الحملة الفرنسية كلها دخلت اسكندرية في القصرية دي. شمي؟ اف اف اف. عشان كده يعني الشعب المصري جري من ريحة بقى مش. يا عم الحاج هي قديمة بس شغالة والله. يلا يا ماما جربيها. يلا اجرب ايه؟ يلا يا ابني توسي انت هتقعد عيب. وحضرتك واقف ليه؟ انا هشغلها لك. شغل ايه ده؟ يلا ساكت. يلا يا هند اجيب لك مقاديف. مقاديف خديها هديه. خدها خدها. احنا جايبين لك شويه انتيكات. لا لا معلش اسمع الكلام. لا انا ما بفهمش في الحاجات دي. عشان خاطري يا وكيل بقى. انا معايا فلوس. عارف بتاعت مين ده؟ هي دي بتاعت اكبر طيار روسي في روسيا، وهو لابسها انفجرت بيه الطياره.
ابو جايبها ليه؟ والله حدث في الكريملين لحد الوقت. الكريملين؟ اه والله خد هاي. احنا مالنا احنا؟ عارف بتاعت مين ده هاي؟ مين؟ دي بتاعت اكبر طي ديت بتاعت واحد تركي كبير وكان قاعد في الطياره اللي انفجرت بالطيار الروسي. حدثين في كريملين. كريملين ايه يا راجل انت؟ الراجل راح قلع الناس في الطياره وجايبها. طب خد ده هاي. لا دي عشان هجيب لك واحده. امسك يا انت بيضه. عارف بتاعت مين؟ مين؟ بتاعت المضيفه اللي انفجرت في الطياره. ودفنوها في الكريملين والله. طب خد ده هاي. وايه دي؟ دي اللي غطوا بيها الطيار الروسي لما مات. دي؟ ايوه. ولا الكريملين ده؟ هات اي حاجه. خد يا راجل انت. هات. مفاتيح الطياره بتاع الطيار الروسي. شيء. يا ست. نعم. هتشتري ولا نعمل معاك مشاكل؟ لا مشاكل ليه؟ هشتري بكام؟ 12 مليون. 12 مليون. 12 مليون. الله يعوض. 12 مليون. الله يبارك. 12 مليون. يا عبيطة. 12 مليون. قلت لك هسرقك في يوم من الايام يا هند. خالد ودي الفلوس يا خالد حرمت. خالد الحقني الحقني. وانت مين يا؟ انا اللي قلت لك في يوم من الايام هسعدك يا وكيل ولسه السعاده جايه. فلوس يا راجل انت يا حراميه. فلوسي. الله انت ساكت ليه؟ مين ده؟ جعفر. جعفر اللي وثقت فيه؟ انا عمري ما وثقت فيه. انا بس احترمت معاهده السلام اللي بيني وبينه. سلام ايه؟ سلام ايه؟ هو اللي وزي ابن عمي وخد فلوسي؟ حقني يا وكيل. شقة عمري حرمت. مش هشتري حاجة. هات فلوسي. باركولي. ايه؟ خلاص لقيت فارس احلامي. لقيت اللي هينقذني من الضياع ويرجع لي نفسي. جالي واداني. اداك ايه؟ اداني ملايين. ملايين كتير اوي هقدر احرر بيها نفسي. وانتي اديتيله ايه قصاد الملايين دي يا مريم؟ رد عليا. اديتيله ايه قصاد الملايين دي؟ استنى يا وكيل نفهم منها بالراحة. كفاية اللي حصل لي. لسه عاوز تفهمي؟ لسه بتسألي؟ ما هي باينة قدامك. خسرتك يا مريم. انت ناقصة ضياع. انت ناقصة. وريني الفلوس اللي اديها لك. وريني. فلوس دي مزورة. ازاي يا مريم؟ ازاي قدر يضحك عليكي؟ ازاي قدر يعمي قلبك؟ ازاي؟ مين هو ده؟ اسمه ايه؟ اتكلمي. جعفر. 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 كفاية جعفر. كفاية. كده نبقى مش قدك. كفاية. 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 مين جعفر ده يا وكيل؟ وعايز مننا ايه؟ ازاي قدر يضحك علي؟ ده كان بيحبني. ده عيط في حضني. قولينا الحقيقة يا وكيل. مين جعفر ده؟ جعفر إيه؟ ده يبقى. شفت جعفر الندل؟ ماله؟ أخذ مصنعي. مش ممكن. وكتبوا باسمه ورمان أنا في الشارع. يا ياسر ما تقولش أنت كمان. مش ممكن. والله حصل. مش ممكن. إيه؟ آه يخرب بيتك وبفلوسك يا فقرية. فلوس يا خالد. خد الغراب وطار. مين الغراب؟ صاحب الأستاذ سي جعفر. جعفر؟ لا 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 لا. جعفر ده اللي ضحك علينا كلنا يا وكيل. ما ترد يا وكيل. مين جعفر؟ جعفر ده العفريت. العفريت اللي طلع لنا من الخردة بتاعتك، اللي طلع لنا من تبذيرك وإسرافك وفلوسك اللي عمالة ترميها في الهواء. العفريت اللي طلع من ضعفك يا قاسم، من تهاونك في حقوقك واتكالك على مراتك ست السيد. العفريت اللي طلع من طمعك وجشعك وقلبك الأسود يا خالد. العفريت اللي طلع من ورا ظهرنا، استغل التفكك اللي بيننا وعدم الترابط. العفريت اللي طلع وصرخت بأعلى صوتي، قلت لكم العفريت أهو ظهر موجود وسطينا. العفريت أهو اتريقتوا عليا، عملتوني على إن أنا مجنون. دلوقتي عرفتوا مين هو جعفر؟ دلوقتي صدقتوني؟ أنا دلوقتي صدقتك، بعد اللي حصل والله صدقتك. ندمانة، ندمانة قوي إن أنا صدقته وحبيته. ما تلومنيش يا وكيل، أنا ضعيف ومستعمر، كنت محتاج لأي حد أقوى منك أتسند عليه. العفريت هيفضل طول عمره موجود يا وكيل، بس العيب مش فيه، العيب فينا احنا. ما بنقدرش البلا غير بعد وقوعه. ساعات وقوع البلا بيبقى ألم على الخد الغفلان عشان يفوقه، واحنا خدنا بدل الألم عشرة عشرة، وللأسف لسه ما فوقناش لحد دلوقتي. يا ريتني فوق، يا ريتني فوق بقى، فوق
فوق فوق وفوق 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 وفوق. العفريت ده قوي قوي، ما هو سهل، ما هوش بسيط. اسألوني انا، انا مش هقدر على العفريت ده لوحدي. تيجوا نتلم يا ولاد العم، كلنا معاك يا وكيل. صباح الصباح فتح يا عليم، والجيب ما فيتش ولا. بتعمل ايه يا جدع انت؟ بابني بيت يا حبيبي، مش من حق اعيش زيك ولا ايه؟ ايوه بس الارض دي ارضنا، مش من حقك تبني عليها. انت فاهمه غلط يا مدام، الارض دي ارضنا، وانا عشان راجل عندي زوج سبتكم تعيشوا فيها، لكن هتطردوا عن هتطردوا. منين؟ من الارض. ارضنا. هتطردوا يا وكيل. بطل بجاحه واستيطان بقى. الزمن بيني وبينك. الارض ارضنا. وريني هتعمل ايه؟ انا ولاد عم اتحدنا خلاص. ده كان زمان، كان حلم وراح يا بابا. يا اهل يا عفاريتي الحقوا، فران الصحراء عايزين يبقوا اسود. كده حكايتنا تمت والحمد لله، واكيد حضراتكم عرفتوا معانا مين هي العيله. العيله اللي انا وانتوا جزء منها، العيله اللي مش عايزه تتجمع ابدا. واكيد عرفنا كمان مين هم العفاريت، العفاريت اللي مصرين يدمروا العيله دي باي شكل من الاشكال. مهم قوي ان احنا نضحك، ومهم كمان ان احنا نقول كلمه حق، لكن نقولها بجد يا اما بلاش. ولو كنت شجاع هتعيش على طول، ويموت الخايف مهما عاش. فكرت كتير انا وزمايلي في الحل، لقينا الحل الوحيد ان لازم العيله دي كلها ترجع تتجمع تاني وبسرعه، وتقف كلها ايد واحده ضد العفاريت.